نخش بقى على الازمنه. اول طبعا زمان عندك في اللغه الفرنسيه هو زمان المضارع. طبعا معروف ان اي فيرب مجموعه اولى بينتهي بو ار نهايته معروفه مع ج او مع تي و اس مع ال وال والاون او مع النون او الناس مع الفو او زد مع ال افيك اس وال افيك اس او ان تي. كل افعال المجموعه الاولى اللي تنتهي بو ار كلها بتاخد النهايه دي تشيل الاو ار. زي مثلا بارلين بتشيل الاو ار وتضيف النهايه دي، تمام؟ هيبقى عندك الجزء اللي هو بار تضيف له النهايه دي حسب الضمير، تمام؟ معنى طبعا فيرب الي بينتهي بو ار بس هو مجموعه ثالثه شاز وبيتحفظ، تمام؟ دي بالنسبه لافعال المجموعه الاولى في المضارع. افعال المجموعه الثانيه في المضارع هقول لك دلوقتي على نهايتها ازاي، تمام؟ مع الجي بنحط او اي اس ومع تي اي اس ومع الاي والال اون اي تي اي اس اس اون اس اي اس اس او زد اي اس اس او ان تي، تمام؟ زي فيرب شوازير، تمام؟ بنشيل الاي ار في الاخر بعد الجزء دوت وضيف النهايات حسب الضمير اللي عندي، تمام؟ طب افعال المجموعه الثالثه، افعال المجموعه الثالثه شواذ وحفظ زي ما كلنا عارفين، تمام؟ طيب اهم افعال عندي ايه في اللغه الفرنسيه دلوقتي ومطالب ان انا كطالب في ثالثه ثانوي ان انا احفظها؟ هنزل لك دلوقتي صوره منها وتركز عليها لانها بتيجي في الامتحان. عندي دلوقتي ملحوظه مهمه جدا وتكايه معظم الناس بتقع فيها اللي هي عندي كلمه طول موند كل الناس توت لا فامي كل العائله ليكيب الفريق. الجمل الكلمات دي في حد ذاتها بتعبر عن جمع، تمام؟ طب لما انا اصرف معاها فعل، لما اجي اصرف معاها فعل الفعل هيكون متصرف مع المفرد ولا مع الجمع، تمام؟ اللي المفرد ولا اللي الجمع؟ هنا طول موند توت لا فامي ليكيب، تمام؟ خلي بالك ان الثلاث كلمات اللي هم يصرف معهم الفعل مع الضمير ال، الضمير ال او ال حسب نوعها، يعني هنا طول موند مذكر توت لا فامي مؤنث ليكيب مؤنث. اهم حاجه عندي تعرف ان دول مفرد، دول ايه؟ مفرد، يعاملوا معاملة المفرد، يعني باجي اصرف معاهم فيرب عليه هقول فا مش هقول فون، تمام؟ لما اجي اصرف فيرب سافوار هقول سي مش هقول صاف، تمام؟ تعرف ان الثلاث كلمات دول مفرد، تمام؟ ركز على النقطة دي. النقطة الثانية برضه كومبيان كومبيان كوت كومبيان كوت، تمام؟ كومبيان كوت طبعا معروف ان هي بتسأل عن كم تكلفة. كومبيان كوت سيترو هذا الفستان، كومبيان كوت لا روم انرجي. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ وهختار ايه هنا؟ ما الاثنين يا عم كومبيان كوت. لا خلي بالك بقى، كومبيان كوت سيت لا روم، هنا سيت لا روم ديت مفرد، يبقى انا عندي فعل اسمه كوتي، تمام؟ دوت اركز اخد اللي هو مجموعة ايه؟ أولى. مجموعة أولى. الفعل هنا مفرد، تمام؟ يبقى ان انا استخدم فعل مجموعه اولى مع فاعل مفرد يبقى اخره او، يبقى هنا اقول كوت بس. طب هنا كومبيان كوت لا روب اي لا جي، هنا الفعل جامع، الفعل هنا جامع، يبقى لازم كوت اللي هنا تبقى متصرفه مع الجامع اللي هي ليك اس اخرها او ان تي. برضه ملحوظه مهمه جدا خلي بالك. هنيجي دلوقتي لنقطة مهمة، ازاي احط جملة في الأمر، ازاي أوجه أمر، تمام؟ أنا عندي الأفعال طبعاً منقسمة في اللغة الفرنسية إلى ثلاث مجموعات. هنتعامل دلوقتي مع أفعال المجموعة الأولى. زي فعل مثلاً بارلي. فعل بارلي دوت أنا عايز أحطه في الأمر، عايز أقول فعل بارلي يعني يتكلم. عايز أقول إيه؟ تكلم أو تكلمه أو فلنتكلم. لما أجي أحط بارلي في الأمر أو أي فعل مجموعة أولى في الأمر بصرف الفعل مع التي و أو النو أو الفو حسب أنا عايز أمر مين.
تمام؟ تي بار نو بارلو بو بارلين، تمام؟ وبعد كده بحذف التي والنو والفو، يبقى والاس بتاعت افعال المجموعه الاولى يصير تحذف منها الاس مع الضمير تي، تمام؟ هيبقى ايه؟ بار بارلو بارلي، فلنتكلم او تكلموا. يبقى انا كده جبت ده الامر بتاع بير بارلي، بار تكلم، بارلو فلنتكلم، بارلي تكلموا. يبقى انا كده حطيت فعل مجموعه اولى في الامر. طيب كل القاعده دي بتنطبق على افعال المجموعه الاولى كلها. في ثلاث افعال عايزك تخلي بالك منهم اللي تحطهم في الامر. فعل أفرير يقدم، أفرير يفتح، عليه يذهب. لما اجي احط الافعال دي في الامر اتفقنا ان انا بصرف الفعل مع التي او النو او الفو. الحته الشاذه اللي هنا هي مع الضمير تي. لما اجي اصرف الفعل مع الضمير تي، تمام؟ هيبقى تي اوفر، تي اوفر، تي فا. اتفقنا افعال المجموعه الاولى بس هي اللي بنشيل منها الاس مع التي، تمام؟ بس دي افعال مجموعه، دي ثالثه ودي ثالثه ودي ثالثه، تمام؟ هنا برضه بشيل التي والاس، التي والاس، التي والاس. يبقى هنا اوفر اوفر فا. يبقى ده الامر من الثلاث افعال دول، خلي بالك منها عشان مهم. لما اجي احط فعل ذو ضميرين، طبعا الفيرب ذو ضميرين اللي هو بيبدا بسو، ضمير سو. لما اجي احط فعل ذو ضميرين في الامر ده اعمل ايه؟ بصرف الفعل عادي طبعا مع التي والنو والبو زي ما احنا اتفقنا، وصرف الضمير سو مع التي بيبقى تو، مع النو بيبقى نو زيها، مع الفو بيبقى فو زيها، وصرف غير بربري مجموعه اول عادي، او اس او الناس او زد، تمام؟ طيب انا عايز احطه في الامر، ده مضارع، عايز احطه في الامر، اتفقنا ان انا بشيل التي والنو والفو اللي هو الضمير الاساسي، هيبقى لي ايه؟ دول تي برار والاس طبعا عشان ده ايه؟ فعل مجموعه اول، اتفقنا ان احنا بنشيل منه الاس. طيب يبقى لي تي بريبار، نو بريبارون، فو بريبارين. بعمل ايه بقى عشان احولهم للامر؟ بقلب الضمير ده اهو بجيبه بعد الفعل بري بريبار توا، التو بتقلب توا. طب هنا بريبارون نو، بريبارون بريبارين فو. جهزوا نفسكم، بريباري فو جهزوا نفسكم، بريبار توا جهز نفسك، برابيري نو فلنجهز انفسنا، تمام؟ ده فعل امر مثبت. طب انا عايز احط الجمل ديت في النفي، في النفي اعمل ايه؟ اول واحده برجعها لاصلها تبقى ني تي بريبار بار، ني تي بريبار بار، ني تي بريبار بار. طب الجملة الثانية برضه رجعها لأصلها، ني ني نو ني نو بريبارون با. طب الجملة الثالثة برضه رجع الفو قبلها وحطها بين الني والبا. الحتة برضه المهمة اللي أنا عايز أقول لك عليها في الأمر، إن أنا لما أجي أتكلم مع حد أكبر مني أو مع مدرسي أو مع أبويا أو أمي لازم أتعامل بصيغة الاحترام. يعني ايه؟ يعني لما اجي احط الفعل في جمله لازم اتصرف مع الفو. زي مثلا عندي كلمه مونسيو، مسيو يعني بتكلم مع سيدي او حد اكبر مني، مدام، البروفيسور، مدرسي، بابا، ماما، تمام؟ لازم اتعامل بصيغه الاحترام. الفعل اللي هيجي بعدها لازم يكون بصيغه الاحترام. هنا عندك لاحظ الجمله معموله ازاي؟ مسيو فاصله وفي اخر الجمله علامه تعجب، تعرف ان دي جمله امريه. اعرف الجمله الامريه منين؟ هتلاقي منادى وبعدين فاصله وبعدين في اخر الجمله علامه تعجب، تعرف ان دي جمله امريه. مطلوب من سيادتك ان انت تحط الفعل بعد المنادى، تمام؟ في صيغه الامر. ابص بقى على المنادى ده، حد اكبر مني يبقى بصرف مع الفو، حد صاحبي او زميلي في الفصل بصرف مع التي عادي، تمام؟ طيب هنا مسيو لو انا عايز اقول اعمل، عندي فيرب فير يبقى فات صرف مع الفو، مدام مثلا اوفري صرف مع الفو، مون بروفيسير اكسبليكي
بريباري. تمام؟ يبقى كل ده بصيغة الاحترام، نقطة مهمة جدا لازم تاخد بالك. دلوقتي زمن المستقبل، المستقبل القريب. أول حاجة في أي زمن لازم تعرف الكلمات الدالة على الزمن ده، عشان هي اللي هتبين لك الجملة اللي جاية دي هتتحط في أي زمن. تمام؟ كلمات الدالة على المستقبل، أنا عندي كلمة دومار، غدا، بلان تو، بليتارد، أما قريب، أو دون زائد مدة زمنية. دون يعني في، دون وحدها يعني في. مدة زمنية يعني في خلال مثلا ثلاث، في خلال ثلاث ساعات، في خلال ساعتين، وهكذا. ده جملة بتعبر عن المستقبل. يبقى أول حاجة لازم أعرف كلمات الدالة على الزمن. دوما، بيانتون، بليتار، دون زائد مدة زمنية. تمام، عرفنا كلمات الدالة. طيب، إزاي أعمل بقى الزمن نفسه؟ الزمن نفسه بيتكون من إيه؟ عندي فيرب أليه، فيرب أليه لوحده كده يعني يذهب. فيرب أليه لو جاي لوحده بمعنى يذهب. تمام؟ بس هنا مش هستخدمه بمعنى يذهب. أنا هنا هستخدمه كفعل مساعد عشان يعبر لي عن زمن المستقبل. هنا هيكون بمعنى سوف. سوف. تمام؟ هوريك دلوقتي إزاي. أما أجي أقول أنا سوف أتكلم. تمام؟ أنا عايز أعبر عن زمن المستقبل. هنا الفعل اللي أنا عايز أعبر عنه إيه؟ يتكلم. أنا سأتكلم. يتكلم يعني بارلي. بارلي. تمام؟ طب أنا عايز أحطه في المستقبل، قلنا بيتكون من فيرب أليه متصرف مع الضمائر. تمام؟ زائد المصدر. فيرب أليه مع الضمائر أهو جو في، تي فا، الفا، نوزارو، فوزالي، الفو. ده فيرب أليه. طيب المصدر، المصدر عندي يتكلم بارلي، أحط بارلي بعد الفعل المساعد أوتوماتيك. جو في بارلي، تي فا بارلي، الفا بارلي، نوزارو بارلي، فوزالي بارلي، الفو بارلي. أنا سوف أتكلم، أنت سوف تتكلم، هو أو هي سوف تتكلم، نحن سوف نتكلم، وهكذا. تمام؟ كده أنا عبرت عن زمن المستقبل. هنا فيرب أليه مش معناه يذهب، ركز في المعلومة دي. هنا معناه سوف، أنا سوف أتكلم، مش أنا يذهب يتكلم، لا، ركز، اعرف إن ده زمن مستقبل. زمن مستقبل يعني إيه؟ هنا فيرب أليه زائد المصدر. تمام؟ يبقى انت لما تشوف فيرب أليه وبعد مصدر تعرف ان ده زمن مستقبل، ما تترجمهاش ليا ان هو يذهب. تمام؟ طب لو انا عايز احط بقى الزمن دوت في المستقبل المنفي، انا عايز احط الجمله ايه؟ في النفي. هل هنفي الفعل اهو ولا هنفي الفعل المساعد؟ لا، هنفي الفعل المساعد. احط الفعل بين الني والبار. علامه النفي في الفرنساوي الني والبار. طيب الني والبار دي هنحطها فين؟ هنا. الفعل المساعد هو اللي هيتنفي. جو ني في با بار لي، انا لا، انا مش هتكلم، انا مش هتكلم. تي ني با با بار لي، وهكذا. نحط الفعل المساعد بين الني والبا، نحط الفعل المساعد بين الني والبا. تمام؟ كده عبرنا عن النفي في المستقبل. لما اجي احط فعل زود امرين في زمن المستقبل، ملحوظه مهمه جدا. الفعل زود امرين دوت سي برومينين. سيبرومين يعني يتنزه. الفعل دوت احطه في المستقبل ازاي؟ تمام؟ احنا قلنا المستقبل بيتكون من فيرب أليه متصرف مع الضمائر زي الفعل في المصدر. طيب الفعل في المصدر هنا مختلف عن اللي فات ازاي؟ هنا في حاجه اسمها الضمير السري. الضمير السري ده هو له تصريف، له تصريف لوحده. مع اني احط الفعل في المصدر بس ما ينفعش اقول جو في سيبرومين، ما ينفعش. طيب ايه اللي هيتعمل يا ميسيو؟ السي ده اهي بتتصرف حسب الفعل، ازاي؟ لو انا عايز احط سي برومونيه في المستقبل اقول جو في مي برومونيه. طب المين ديت؟ السي دي هتتقلب المين ايه؟ ما احنا قلنا دلوقتي لما اجي اصرف الفعل في المستقبل السي بتتصرف حسب ضمير الفاعل، ما ينفعش ان انا احطها في المصدر مع الفعل، الفعل نفسه في المصدر اهوت، لكن السي تصرف حسب ضمير الفاعل. طيب تصريف السي ايه؟ تصريف السي مع الجي بيبقى مي. تصريف السي مع الجي بيبقى مي. طب ومع التي بيبقى تو، ومع الال والال مهندس بيبقى سي، ومع النو بيبقى نو زي ما هي، ومع الفو بيبقى فو زي ما هي، ومع الالا في اس والالا في اس بيبقى سي. يبقى انا لازم اركز وخلي بالي ان السي ده اهي لها تصريف لوحدها. ازاي؟
تصريفها لوحدها بيبقى ازاي يا ميسيو؟ هقول لك دلوقتي. مع النو والفو والإلى بالأس والألى بالأس، السي تصريف السي بيبقى مي مع الجي، مع التي بيبقى التي، مع الإل والأل بيبقى سي، مع النو بيبقى النو، مع الفو بيبقى فو، مع الإلى بالأس بيبقى سي. تمام؟ لازم تخلي بالك من النقطة دي لما تيجي تحط فيها في زمن المستقبل. هنتكلم دلوقتي عن زمن الماضي الحديث. تمام؟ أول حاجة قلنا بنعرفها عن الزمن كلمات تدل عليه، بعد كده هنعرف تكوينه. كلمات تدل على الزمن الماضي الحديث هو كلمة اليار. اليار، اليار يعني منذ فترة وجيزة، منذ فترة وجيزة قريبة. معناها باللغة العربية كده ما تيجي تقول إيه؟ أنا لسه عامل حاجة، أنا لسه واكل، أنا لسه مذاكر، أنا لسه بتفرج على التلفزيون، أنا لسه جاي من الدرس، وهكذا. تمام؟ طب بيتكون من ايه؟ عندي فيرب اسمه فينير. طبعا احنا عارفين فيرب فينير لوحده برضه بمعنى ياتي. تمام؟ لو لوحده بمعنى ياتي. هنا برضه مش معناه ياتي، هنا ده فعل مساعد. فعل مساعد. فينير دي زائد المصدر. تكوينه فينير دي زائد المصدر. بصرف فيرب فينير مع الضمائر جو فيان، تي فيان، إل فيان، نو فينو، فو فيني، ال فين، وبحط الدي. تمام؟ وبعدها الفعل في المصدر. اي فعل في المصدر بقى. عندي مثلا جو فيان دي مونجي، انا لسه واكل. جو تي فيان دي بارلي افيك ماما. تمام؟ انت تي فيان دي بارلي افيك ماما، انت لسه بتكلم مع ماما. ال فيان دي ايه البيان دي اتديه، انا لسه مذاكر حالا. بس خلي بالك هنا فيرب اتديه يبدا بايه؟ بحرف متحرك، يبقى الدي او ده اهي تحول الى دي ابوستروف. تمام؟ نو في نو دي فواياجي، احنا لسه مسافرين، احنا لسه مسافرين حالا، احنا لسه فترة زمنية قصيرة، احنا لسه، معنى كلمة لسه. تمام؟ ايه الفين دي؟ واي فعل في المصدر بقى؟ تكوينه فين دي متصرف، فينير دي متصرف، والفعل في المصدر، اي فعل في المصدر. طب لما اجي احط الفعل في النفي هنا، هحط ايه في النفي؟ الفينير ولا المونجي؟ هحط الفينير، فيرب فينير متصرف، احط هنا ني وهنا بار. الفعل المساعد هو اللي بيتحط بين الني والبار. تمام؟ جينا دلوقتي لأهم زمن في اللغة الفرنسية وأهم زمن عليك في الثانوية العامة كلها، هو زمن الماضي المركب أو الباسي، باسي كومبوزي، لو باسي كومبوزي. تمام؟ الباسي كومبوزي أو الماضي المركب بيستخدم للتعبير عن حدث حصل في الماضي وانتهى، تم في الماضي وانتهى. أنا ذهبت إلى المدرسة امبارح، أنا زرت جدي في المزرعة الأسبوع اللي فات، الأسبوع اللي فات والدتي ساعدتها في أعمال المنزل. حدث تم وحصل في الماضي، يبقى أول حاجة يعبر عن حدث تم وانتهى في الماضي. تمام؟ طيب الكلمات الدالة على الزمن أهم حاجة في دراسة أي زمن. الكلمات الدالة عليها إيه؟ على الماضي المركب عندك كلمة اليار. كلمة اليار هتقول يا ميسو احنا خدنا كلمة اليار من الكلمات الدالة على زمن الباسيري سو أو الماضي الحديث. أقول لك آه تمام، بس هنا كلمة اليوم لما تيجي بعدها مدة زمنية بتبقى بمعنى منذ. منذ ايه بقى؟ منذ ساعة ولا منذ دقيقة ولا منذ خمس دقايق؟ لو منذ ساعة دقيقة خمس دقايق ده بنستخدم ماضي حديث، لسه حاجة حصلة دلوقتي. تمام؟ انما منذ تلات شهور، منذ اسبوع، منذ سنة، يبقى استخدم ماضي مركب. يبقى حسب الكلمة اللي جاية بعدها اليوم. اليوم انسمين، منذ اسبوع، يبقى ده ماضي مركب. تمام؟ تاني كلمه كلمه اير، اير يعني امس. كلمه درنيير الاخير، درنيير الاخير. باسي، 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 كلمه باسي يعني الماضي. تمام؟ لما اجي اقول لوي باسي الاسبوع الماضي، لوي درنيير الاسبوع الاخير. تمام؟ يبقى دي الكلمات الداله على زمن الماضي المركب. طيب اجي دلوقتي
ازاي اعمل جمله في زمن الماضي المركب؟ تمام. زمن الماضي المركب بيتكون من ايه؟ يتكون من فعل مساعد زي الافعال اللي احنا خدناها قبل كده، فعل مساعد زائد حاجه اسمها البارتيسيب باسي. بارتيسيب باسي الفعل المساعد عندي في الماضي المركب هو فعل اتر او افوار. عندي افعال بتاخد فيرب اتر وافعال بتاخد فيرب افوار، هشرحها لك بعد كده. بس ان انا عايز اركز عليه دلوقتي ان انا ازاي اجيب البارتيسيب باسي وايه هو البارتيسيب باسي من الفعل. تمام. طيب هنيجي هنا اول ازاي اجيب البارتيسيب باسي للفعل. تمام. معروف ان افعال اللغه الفرنسيه كلها متقسمه ثلاث مجموعات. مجموعه اولى بتنتهي بـ OR، مجموعه ثانيه بتنتهي بـ ER، مجموعه ثالثه ولها نهايات كتير وشواذ. طيب البارتيسيب باسي بيجي ازاي من افعال المجموعه الاولى؟ افعال المجموعه الاولى اللي بتنتهي بـ OR زي مثلا عندك فيرب بارلي، بارلي يعني يتكلم، بينتهي بـ OR، ده فعل مجموعه اولى. عايز اجيب منه البارتيسيب باسي، بعمل ايه؟ بحذف الـ R، بحذف الـ R ديت، تمام؟ واحط اكسون على الاو، تبقى بارلي اكسون، تمام؟ المجموعه الثانيه بتنتهي بـ ER او IR، تمام؟ شوازير زي فيرب شوازير، تمام؟ فعل مجموعه ثانيه بينتهي بـ ER، هنشيل الـ R بس. هنشيل الار بس ومش هنحط حاجه، تبقى شوازي شوازي. طيب طب افعال المجموعه الثالثه اجيب البارتيسيب باسي بتاعها ازاي؟ افعال المجموعه الثالثه شواذ وتحفظ، يعني البارتيسيب باسي بتاعها لازم نحفظه زي ما هو. زي ايه؟ عندك فيرب ديسوندر، ديسوندر يعني ينزل، تمام؟ ده فعل مجموعه ثالثه. البارتيسيب باسي بتاعه ديسوندي، بنشيل الار ونحط اي، تمام؟ او يو زي ما انت في دماغك. عندك فيرب فير، فير يعني يعمل، تمام؟ البارتيسيب باسي بتاعه في، اف اي تي. فيرب لير يقرأ، البارتيسيب باسي بتاعه لي، ال اي او ال يو زي ما انت عايز. فينير يعني ياتي، فيني بنشيل اي ار ونحط يو او اي. افوار بيبقى اي او اللي هو اي يو. اتر بيبقى اتي، عليه بيبقى عليه، شبيه بقى في المجموعه الاولى بنحط اكسون بنشيل الار بنحط اكسون. بروندر يعني ياخذ او يتناول، بتبقى بري، بي ار بي ار اي اس، تمام؟ ده بالنسبه للبارتيسيب باسي. هننتقل لنقطه ثانيه دلوقتي، هعمل لك بعض الجمل على الباسي كومبوزي. هديك دلوقتي امثله على زمن الماضي المركب والمساعد افوار، تمام؟ استخدم المساعد افوار مع الماضي المركب. المساعد افوار بيجي مع كل افعال اللغه الفرنسيه ما عدا ال 14 فعل بتوع فيرب اتر والافعال ذات الضميرين، تمام؟ اصرف فيرب افوار عادي مع الفاعل بتاع الجمله، جي تو ا الى نوزافو فوزافي ال الزو، تمام؟ اهو صرفته والفاعل اهو. عايز اجيب بقى الفاعل ده، هنا فيرب ايه؟ جوي. فيرب جوي هو اصلا فعل مجموعه اولى، جوي، تمام؟ شلنا الار وحطينا اكسون، اه جي جوي او فوت، انا لعبت كرة قدم، تمام؟ تي فيني تون ديفوار، انت خلصت واجبك. هنا فيرب فينير ده اصلا فيرب ايه؟ مجموعه ثانيه، فيرب مجموعه ثانيه فينير، شلنا الار حطينا حطناش حاجه، شلنا ايري بس وسبناها زي ما هي. فيني، تمام؟ تيا فيني تون ديفوار، يبقى هنا انت خلصت واجبك، تمام؟ الى بارلي ا سون بروفيسير، هو تحدث الى مدرسه. فيرب بارلي، فيرب برضه مجموعه اولى، شلنا الار وحطينا اكسون، هنا ماضي مركب اهو، كل دي ازمنه، كل دي جمل ماضي مركب. اير بالامس نوزافو ايتي اوكليب، احنا كنا في النادي. هنا فيرب ابتدى اهو، ده كان ايه؟ كان المفروض ان هو اتر، بارتيسيب باسي بتاعه بتاع اتر اللي هو ابتدى، تمام؟ عايز اقول احنا كنا، الزمن هنا ماضي، كان يكون، يبقى اتر اتر، عايز اجيب بارتيسيب باسي بتاعه، اتر بارتيسيب باسي بتاعه ايه؟ اتي، تمام؟ طيب اتر ده هو هياخد اتر مساعد اتر ولا افوار؟ لا، اتر او افوار لما يكون في جمله في الماضي بياخدوا المساعد افوار، تمام؟ ما تقوليش اذا هو اتر اصلا هياخد مساعد اتر، اقول لك لا،
اتر بياخد مساحه افور. احنا اتفقنا ان ال 14 فعل والافعال ذات الضميرين بس هي اللي بتاخد الافعاليه اللي بتاخد المساعد اتر. تمام. نوزافويتو كليب احنا كنا في النادي. نيجي بقى للمساعد اتر. مساعد اتر ماجستير جون في بسيط كومبوزيه بيجي معاه افعال معينه. تمام. ايه هي الافعال دي؟ بيجي معاه 14 فعل. تمام. والافعال ذات الضميرين اي فعل ذو ضميرين ياخد المساعد اتر في البسيط كومبوزيه. اي فعل من ال 14 فعل ومشتقاتها ياخد المساعد اتر. ايه هما؟ تمام. زي عندك ال 14 فعل اونتري يدخل، سورتير يخرج، اريفي يصل، بارتير يرحل، عليه يذهب، فينير ياتي، نتر يولد، مرير يموت. تلاحظ ان الافعال كلها كل اتنين عكس بعض. عشان يبقى سهل عليك في حفظهم احفظهم بالعربي. ازاي؟ يدخل يخرج، يصل يرحل، يذهب ياتي، يولد يموت، يسكت يبقى، بصيه يمر، ريتورنيه يعود، مونتيه ديسوندر، مونتيه يصعد، ديسوندر ينزل. احفظهم بالعربي تمام واعرف معانيهم بالفرنساوي. تمام. عشان ما تنسونش 14 فعل كلهم عكس بعض. تمام. دول بياخدوا المساعد اتر. تمام. وايه تاني؟ والافعال ذات الضميرين. الافعال ذات الضميرين طبعا احنا عارفين ان هي اي فعل بيبدا بسو، زي سيبرمونيه يتنزه، سو ليفي يستيقظ، سو كوشي ينام، سو لافي يغتسل. اي فعل ذات الضميرين بياخد المساعد اتر في الباسيف كومبوزي. هنيجي دلوقتي لحته مهمه جدا في الماضي المركب وهي التبعيه. التبعيه او لاكور. ايه هي التبعيه؟ هي حاجه بتتبع التصريف الثالث للفعل او الباتيسيب باسي، بنزودها لما يكون عندي شرط معين. ايه هي؟ اوضحها لك دلوقتي على السبوره. اسم المفعول الباتيسيب باسي مع اتر، لما يكون عندي المساعد اتر في زمن الماضي المركب بناخذ تبعيه. اسم المفعول ياخذ تبعيه لما يكون في عندي مساعد اتر. امثله. طيب لو الفاعل مفرد مؤنث بناخد بحط او. عندي هنا جمل، هي ثلاث جمل عشان اوضح لك المساله ديت. إيير مساء، اللي طلي وكليب هنا ده زمن ماضي مركب. طيب عندك هنا الفاعل المؤنث. طيب هنا المساعد اتر. طيب ادام في مساعد اتر وفاعل مؤنث لازم البارتيسيب باسي ده هو ياخذ تبعيه. يعني ايه تبعيه؟ يعني لو المفرد ده الفاعل مفرد مؤنث ياخد حرف الجر، ياخد حرف او، نحط له حرف او اهو بارتيسيب باسي دفاع فيرب عليه، المفروض يبقى عليه كده اهو بس اخيرها او اكسون. لكن هنا الفاعل مؤنث وموجود فيرب اتر لازم نحط او عشان تعبر عن التانيث. تمام. مفرد مؤنث نحط او. طيب لو الفاعل جمع مذكر، جمع مذكر ياخذ اس او ال افيك اس او ال سون، ال سون ال سون تالي وكليب، ال سون تالي وكليب. تمام. هنا زمن ماضي مركب مساعد اتر، الفاعل جمع مذكر، ناخذ نحط اس على طول مع البارتيسيب باسي، اس بس او اس بس. ليه؟ عشان هنا جمع مذكر. طيب الجمله الثالثه، لو الفاعل جمع مؤنث، لو الفاعل جمع مؤنث هنحط ايه؟ او اس، او اس زي هنا ال سوندالي، هنا جمع مؤنث فيرب اتر، البارتيسيب باسي ياخد او اس، البارتيسيب باسي اهو. تمام. تعالى حطينا او اس عشان هنا الفاعل جمع مؤنث، السوندالي او كليب. التبعيه مهمه جدا وبتيجي في الامتحان، خلي بالكم منها. نقطة مهمة جدا في زمن الماضي المركب هي فيرب باسي. فيرب باسي له حالتين، حالة باخد المساعد اتر وحالة باخد المساعد افوار. طب ازاي افرق بينهم؟ هو ده اللي هقول لك عليه دلوقتي اهو. فيرب باسي تمام، امتى ياخد اتر وامتى ياخد افوار؟ ياخد اتر لو بمعنى يمر، ياخد باسي ياخد افوار لو بمعنى يقضي، يقضي يعني يقضي اجازه او يقضي وقت، او يجتاز، يجتاز امتحان، او يمرر، يمرر كره. تمام. يبقى فيرب باسي
له كذا معنى. عندي يقضي يجتاز يمرر اخد افوار. طب بمعنى يمر يمر بي او يمر عند تمام ياخد مساعد اتر. لازم اركز في النقطه دي. امثله جي باسي انا قضيت لي فاكونس الاجازات على كومباني. قضيت الاجازات في الريف. هنا بمعنى قضيت خالد مساعد افوار. طب هنا جي باسي ليكزامان دي فرونسي انا اجتزت امتحان الفرنساوي. هنا بمعنى اجتاز خالد مساعد افوار. لو جوي اباسي لو بالون اللاعب مرر الكره. خد هنا مساعد افوار بمعنى يمرر. طيب بمعنى يمر عند او يمر به الي باسي شي لو بونجي هو مر او عدى على الخباز. هنا فيرب باسي بمعنى يمر تمام. خد فيرب ايه اتر. خد مساعد اتر. هنا خدنا مساعد اتر. نركز عشان ديت موضع امتحان. طيب الخلاصه في الليله ديت لو انت اتلخبطت في المعنى الخلاصه لو فيرب باسي في زمن الماضي المركب جاي بعده حرف جر. لو فيرب باسي جاي بعده حرف جر وانت مغمض تاخد مساعد اتر. طب لو مفيش حرف جر بعد فيرب باسي ياخد مساعد افوار. باختصار كده عشان تسهل الامور على نفسك ابينها لك اكتر. هنا اهو فيرب باسي هنا مفيش بعده حرف جر. هنا مفيش بعده حرف جر. هنا مفيش بعده حرف جر. في التلات جمل دول خدنا مساعد افوار. خدنا مساعد افوار. طيب في الجمله الاخيره في حرف جر تمام خد مساعد اتر وانت مغمض كده. اعتقد يبقى الموضوع سهل جدا عليك. عايز اوضح لك نقطه مهمه برضو في باسي كومبوزي في الجملتين دول. بص كده على الجملتين دول. اير بالامس لجوير اللاعب نوت اون تورني افيك ليكيب. عايز احط هنا مساعد. هنا جمله اير يبقى زمن ماضي مركب على طول. لجوير عايز احط هنا مساعد. عندي هنا اون تورني افيك ليكيب تدرب مع الفريق. طب الجمله الثانيه لومتا صباحا. لومتا على فكره من الكلمات اللي ممكن تدل على الماضي المركب. ازاي؟ لو انا دلوقتي بالليل وعايز اقول لك الصبح انا تدربت مع الفريق يبقى ده ماضي تمام. يبقى حسب التحدث وقت التحدث بتعبر عن ايه. لومتا صباحا الا نوت انتريني ليكيب هو درب الفريق. لو تلاحظ هنا هنا لجوير اللاعب هو اللي يتدرب مع الفريق. انما هنا الا نوت انترينيل كيد هو درب الفريق. درب الفريق. عايزك تلاحظ الفرق بين فيرب سونتوريني وانتوريني. هنا فعل ذو ضمرين ياخد مساعد برافو عليك اتر. طب هنا فعل عادي مش من ال 14 فعل ولا فعل ذو ضميرين يبقى ياخد المساعد افوار تمام. حسب معنى الجمله هنا. هنا اللاعب هو اللي تدرب. يتدرب يعني سونتورني. سونتورني يعني يتدرب تمام. انما انتورني من غير السو درب تمام. يبقى معنى الجمله هنا يفرق معايا. يتدرب يبقى سونتوريني. يبقى هنا فعل ذو ضميرين يبقى ياخد المساعد اتر برافو عليك تمام. يبقى الجمله الاولانيه احط هنا صوت سيتونتوريني لجوير سيتونتوريني افيك ليكيب. طب الجمله الثانيه لومتا ال نوت انتوريني عايز اقول درب يبقى اقسام الانتوريني. فيرب انتوريني دوت فعل ايه؟ فعل مجموعه اولى. يبقى البارتيسيبال سيت بتاعه يتحط له اكسو على الاو يتهزف الار بس هياخد مساعد ايه؟ برافو عليك هياخد مساعد افوار. افوار مع ال تبقى يبقى ده تاخد يبقى لو متى الانتروني ليكيب هو درب الفريق. نركز في التكات الصغيره دي يا جماعه. وبكده نكون خلصنا الفيديو دوت وخلصنا شرح او مراجعه سريعه على الازمنه اللي عليك في منهج اللغه الفرنسيه تمام. انتظرونا في الفيديو القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.